أهلا بكم مشاهدينا إلى المسائية، وفي فقراتنا الليلة نتابع: قوى الحرية والتغيير في السودان تلمح إلى التصعيد نحو الإضراب والعصيان المدني بعد تمسك المجلس العسكري برئاسة المرحلة الانتقالية، وقائد قوات الدعم السريع يتوعد المشاركين في الإضراب. وعلى وقع تظاهرات متواصلة تطالب برحيل كامل نظام بوتفليقة، رئيس الأركان الجزائري يحذر من تسلل من وصفهم بأصحاب المخططات الخبيثة إلى صفوف الحراك. على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه وأن لم يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة تسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال. وفي المسائية أيضا: الحكومة المصرية ترفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال حكم السيسي بنسب وصلت إلى نحو 37%. وبعد ساعات من قتل 12 شخصا خلال مداهمات أمنية بضاحيتي شروق أكتوبر، الأمن المصري يعلن عن تصفية 16 ممن وصفهم بالإرهابيين في العريش. أعلنت وزارة الداخلية القضاء على خليتين إرهابيتين في توقيت متزامن بالعريش ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات. طالب تجمع المهنيين في السودان بإسقاط الحكم العسكري وتنفيذ سلسلة من الاعتصامات والإضرابات في عموم البلاد لفرض مطالب المحتجين بنقل السلطة للمدنيين. وقد اتهم تجمع المهنيين عبر موقع تويتر اليوم، اتهم المجلس العسكري الانتقالي بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها. وأعلن تجمع المهنيين وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير بدأ التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل. من جانبه، هدد محمد حمدان حمتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي باستخدام القوة ضد ما أسماه الانفلات الأمني. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء سونا، فقد توعد الفريق دجلو كل من يخطط لإحداث انفلاتات أمنية في البلاد بالحسم. وقال حمتي إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى دون أن يحددها، مضيفا: نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلاد. كما توعد حمتي بالحيلولة دون إعادة أي موظف يشارك في الإضراب إلى عمله. أنا والله داير أقول لكم كلام، أي حاجة عندنا إننا ما يفتكرون إحنا ما فاهمين. أول حاجة كل شيء مرتبين أمرنا فيه، المهندسين بتاع الكهرباء موجودين، ما عندنا مشكلة في أي حاجة. الإضرب ده الدور ده ما زي الإضراب القديم، لأن إحنا شغالين صح يا جماعة، والله من أرض ربنا الدور ده الأضرب والله يمشي بيتهم طوالي. الشعب زي ما نقوله حوى والده، والشعب السوداني ده ملايين، فيه الدكتور وفيه المهندس وفيه اي زول اضرب والله يمشي بيتهم، ما يرجع تاني المؤسسه الاضرب فيها، لان اخواننا في مهنيه، الانسان دائما المهنيه مهمه. يعني انت في الطب عمل انساني، ما ممكن انا اخلي زول في عمليه واقول انا اضرب عشان الناس دي. يا اخي كلام ده عيب، كلام ده ما صح، كلام ده عيب. تضرب كيف يعني؟ يا اخي تقول انا يعني عبر لكن ما تضرب. وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية في التغيير في السودان قد تعثرت بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق برئاسة المجلس السيادي ونسبة تمثيل العسكريين والمدنيين فيه. وقالت قوى الحرية والتغيير إنها قدمت مقترحا لرئاسة دورية بين المدنيين والعسكريين وتمثيل بواقع النصف زائد واحد للمدنيين، إلا أن هذا المقترح لم يلقى تجاوبا من المجلس العسكري.
هذا وقد عبر المعتصمون أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم عن أسفهم لعدم التوصل إلى اتفاق، واتهموا المجلس بالمماطلة وعدم الرغبة في تسليم السلطة للمدنيين. هدفنا كمواطن انه تبقى حكومه مدنيه واسمه وناخد دم الشهداء الماتوا، شفت كيف؟ ويتحقق السلام في البلد دي. احنا شنو ما بنرجع؟ هم من الاول قالوا احنا اولاد سوار الذهب، صح؟ الحكومه الانتقاليه، فحسي شايفين هم متشبسين بالسلطه، هم ذاتهم كمان دارين امسكوا مناصب، والشيء ده ما بيجي. احنا اساسا قلبنا على اساس انه دارينا مدنيه، يعني ما تجوز صبرنا، ما تختبروا صبرنا. احنا كايجينا كسوار جينا دا نبني الوطن، ما جينا دا ندمره. رسالتنا لكم سلمونا دولتنا المدنيه، لانه وراجين وطن عايزين نبنيه. في هذه الأثناء يتواصل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للأسبوع السابع على التوالي، ويطالب المعتصمون بتسليم السلطة للمدنيين ومحاكمة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير ممن تورطوا في قضايا فساد أو أخرى تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين. دعونا نتابع جانبا من الاعتصام. المواطنين او النازحين المتواجدين في المعسكر لما يطلع برا عشان يجي بالحطب، والمصادر بتاعت المياه نسبة لبعض الظروف تكون بعيدة عن المعسكر، يتعرض لبعض حاجات كثيرة جدا جدا لأنها دي حاجات بتاعت المرور والإنفاق. تجد هنا لما نقول نزح سلاح من أيدي الميليشيات أو ما يسمى رجلو جندري، الميليشيات شنو؟ وللحديث حول تطورات الشأن السوداني ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الدكتور طارق الشيخ. دكتور طارق، أرحب بك معنا، كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم السيد إبراهيم الشيخ القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، كما أرحب أيضا بضيفي عبر سكايب من مقر الاعتصام في الخرطوم السيد محمد عمر عبد الله الإعلامي والناشط السياسي. أرحب بكم جميعا، ودعوني أبدأ سريعا مع السيد ضيفي من الخرطوم عبر الأقمار الاصطناعية السيد إبراهيم الشيخ. إذن هل وصلنا إلى الطريق مسدود فيما يخص التفاوض بين المجلس العسكري من جانب وقوى إعلان الحرية والتغيير سيد الشيخ؟ أهلا، مرحب. أرحب بك، شكرا على الاستضافة. أنا أفتكر أنه بعد أكثر من 4-5 جولات من التفاوض تحققت بعض المكاسب لغة الحرية والتغيير ابتداء بإجازة هياكل الحكم، مجلس وزراء، مجلس سيادة ومجلس تشريعي، افتكر ده الإنجاز الأول. حسمنا أيضا مسألة الفترة الانتقالية، كان حولها جدل كثير وكان في خلاف ونزاع هل تكون 4 سنوات ولا تكون 2. المجلس العسكري كما هو معلوم كان أعلن أنه هو عايز 2. المهم من خلال التفاوض وخدوهات استطعنا انه برضه نتجاوز المطب بتاع الفتره الانتقاليه، وقدمت قوى الحريه والتغيير تنازل مقدر وقبلت انه الفتره الانتقاليه تكون 3 سنة رغم الملفات الشائكه جدا اللي بتنتظر الفتره الانتقاليه نتاج الميراث السغيق جدا لحكم الانقاذ ونظام البشير.
من القضايا برضو الحيوية والمهمة جدا اللي تم حسمها اللي هي نسبة قوى الحرية والتغيير في تشكيل المجلس التشريعي واللي هو حاز على 67%، وبرضه كانت نسبة مرضية لقوى الحرية والتغيير. ثم كانت المحطة الأخيرة اللي هي نسبة المدنيين إلى العسكريين في مجلس السيادة ومن يكون رئيسا للمجلس طوال الثلاث سنة أو في فترات متقطعة متداولة بين مجموعة أعضاء المجلس المختلفين. نفتكر أنه قوى الحرية والتغيير كانت مرنة جدا وقالت إحنا بس عايزين أغلبية بسيطة ويستطيع البرهان أن يكون رئيسا للفترة الانتقالية الأولى اللي مغدرة برضو بستة شهور، لأنه إحنا عندنا تقدير تام إنه الصحيح في هشاشة في الدولة كلها، في عدد كبير جدا من الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية، أكثر من 5 جيوش الآن في المشهد السياسي، في حركات حامل السلاح، في صراع عسكري ونزاعات موجودة في أطراف السودان المختلفة. وبالتالي من البداية كان عندنا تقدير أنه نحن نستطيع أن نتشارك مع القوات المسلحة والجيش وهذه الأجهزة الأمنية حكم البلاد في الفترة الانتقالية، ونديهم نصيب معقول، ونديهم وزارة الداخلية، ونديهم وزارة الدفاع، ولكن الأغلبية لازم تبقى أغلبية مدنية، لأنه مطلب الحكومة المدنية هو مطلب قديم من 30 سنة. وماذا كان رد المجلس العسكري في هذه النقطة يا سيد الشيخ؟ من حكم العسكر. تمام، وكيف كان رد المجلس العسكري عليكم في هذه النقطة؟ في الجولة الأولى طبعا ما في الجولة الأولى والأمس لم نصل لاتفاق. بالأمس طرحت للمجلس العسكري عدة خيارات. المجلس العسكري كان مصير جدا أنه هو أصلا متبقي الآن 7 عسكريين في المجلس العسكري، قال 7 عسكريين كلهم يكونوا موجودين، وقال بدي المدنيين 3، ما يعني أنه ده حكم عسكري كامل الدسم، وده خيار كان مرفوض تماما لأنه بكرس لهيمنة العسكر على السلطة. وبالإضافة لكده برضو اختار المجلس العسكري أنه يكون رئيس المجلس السيادي من المجلس العسكري، وبرضه دي كانت يعني نقطة مرفوضة لما تضمها مع 7 العسكريين ابتداء. ولكن ممكن جدا قوى الحرية والتغيير طرحت قالت احنا بنقبل برضه برئيس عسكري اللي هو البرهان لأمد محدد 6 شهور الأولى لحد ما ننجز الترتيبات الأمنية الانتقالية ونحقق السلام، ولكن الأغلبية لازم تبقى مدنية. والكلام ده برضه ما جاء من فراغ، وأزمة الصيغة دي وحرص الحرية والتغيير إن يكون عندها الغلبة في المجلس السيادة ما جاءت من فراغ، جاءت نتاج إنه المجلس العسكري تقاعس تماما عن أداء مهامه، وتقاعس تماما إنه يعني يتفاعل مع قوى الحرية والتغيير ويعبر عن مطالب الشارع وينتصر للثورة، وبالتالي ظل كل يوم وآخر يتراجع عن مطالب رموز النظام مطلقي الصراع، رموز النظام الآن يتنقلون في عواصم الدنيا المختلفة، الجهاز الأمني ومديره الآن حرا طليقا يتنقل بين القاهرة وواشنطن، ويشتغل وزير علاقات خارجية للنظام. كل المطالب وكل القضايا وكل الوظائف وكل مفاصل الدولة الآن في غبضة النظام القديم، مشكلة وبس. الآن بتنهض مجموعات مناوئة للثورة وتعتصم بالميادين وتبقى معادل موضوعي ومعادل موازي للقوى الحرية والتغيير، وكأنه المجلس الآن بيحاول ينزع شرعية. وهذا يعني يا سيد الشيخ أن أصبح للتراجع مما تواسقنا عليه سابقا. قبل أن أذهب لضيفي في الاستوديو وأرجو إجابة مختصرة، الوضع الآن فيما يخص المفاوضات ما هو، خصوصا أنكم أو المجلس العسكري لم تعلنوا حتى هذه اللحظة عن الجلسة القادمة للمفاوضات، فما هو الوضع الخاص بالمفاوضات الآن سيد الشيخ؟ أنا أعتقد أنه نتائج وصولنا لطريق مسدود. الآن تم تعليق المفاوضات إلى أجل غير مضروب، لم يحدد الآن أي أجل، وأفتكر أنه الناس وصلت لطريق مسدود والأيام حبلة. يعني أنا أفتكر أنه الآن وصلنا لطريق مسدود يعني بكل الشفافية وكل الوضوح، لأن المجلس العسكري تمترس تماما في 7 للعسكريين و3 للمدنيين. ابقى معي سيد إبراهيم. سيد طارق،
الشيخ، ليس لك علاقة بالطبع بالسيد إبراهيم الشيخ يعني من حيث القرابة، لكن اسمح لي، هل المجلس العسكري يريد كما قال تجمع المهنيين السودانيين أن يضع العرب أمام الحصان، حصان الثورة إذا صح هذا التعبير، أن يفرغ الثورة من مضمونها بأن يكون هو المسؤول عن المرحلة الانتقالية من خلال المجلس الرئاسي سواء كانت الرئاسة أو الأغلبية، أم أنها طلباته تبدو منطقية لدى البعض لأنه هو من قام بإزاحة عمر البشير من السلطة؟ نعم، أنا أعتقد أن المجلس العسكري تائه في تلبية متطلبات يعني من ناحية تخص الدولة القديمة، نظام الحكم في السودان، نظام البائد، وبين متطلبات إقليمية لا تعني من قريب أو بعيد الثورة في السودان، وبالتالي هو بيحاول مواءمة تحركاته بين كتلتين، أحداهما داخلية وأخرى خارجية، وبالتالي من الداخل يحاول أنه يضغط على قوى الحرية والتغيير بعناصر معروف أنها هي لا شاركت في الثورة، ولا بالعكس هي كانت متخذة موقف معادي للثورة على طول الخط، لم تظهر إلا مع مماطلة المجلس العسكري، وهذا يفسر أنه كان يلعب في عامل الزمن لإكساب هذا التجمع وجمع الناس القوى النظام القديم و وضعهم باعتبار أنهم قوة مقابلة لقوة الثورة المعتصمين في الميدان وقوة الثورة في كل السودان. الناحية الثانية أنه هو بحاول يعني تلبية متطلبات إقليمية لا تخص الشعب السوداني، لأن من الناحية العملية من ناحية سياسية يعني لما تيجي تشوف المجلس العسكري هو عايزه لحد الآن هو نفسه مش قادر يوضح، عايز المجلس السيادة ببساطة يعني شديدة، هو عايز مجلس السيادة، ومجلس السيادة هو مجلس بلا صلاحيات كبيرة، يعني عنده صلاحيات محدودة. طيب أولى بهؤلاء القادة العسكريين أنه هم يرعبوا ويقرؤوا التاريخ أنه هذه ثورة، والثورات في العالم كلها ما سمعنا بثورة في العالم كان على رأسها عسكري أو جنرال، ثورات دائما الشعبية تظل شعبية وتظل تلبي متطلبات الشارع الشعبي، وكل من وقف أمام هذا التيار الكاسح هم يعني مصيروا أنه إلى زوال. طيب أنا بس في نقطة أنت أثرتها مهمة سيد طارق فيما يخص المتطلبات الإقليمية، ما هي المتطلبات الإقليمية التي تشير إليها؟ في تقديري أنه هم يعني كثير من العناصر في هذا المجلس محسوبة على قوتين إقليميتين لهم دور كبير في ما يجري في الحرب في اليمن، لهم دور كبير في الفساد الداخلي، لهم دور كبير في أنهم بيحاولوا يعملوا مواءمة، أعتقد المواءمة نفسها مصير الفشل لأنه في كتلتين بارزتين، كتلة مصر من ناحية وكتلة الأمارات من الناحية الثانية. الكتلة المصرية مصري طول عمرها بتراعي المصالح الاستراتيجية بين السودان ومصر، وبالتالي لن تستمر الحكومة المصرية في يعني على المدى الطويل سوف تستجيب لي كما يعني يصدر منهم الآن من ناحية سياسية على خفيف، والإمارات ماذا تريد سريعا أن مصر مع الشارع السوداني وما يطلبه الشارع السوداني، نأمل أن تكون الحكومة المصرية تمشي في تغيير الموقف بتاعها تجاه الثورة في السودان، هذا واحد. الناحية الثانية الإماراتية، الإماراتية هي يعني تلعب دور يعني في المنطقة بشكل عام ودور غريب يعني لا يتماشى مع حجمها كدولة صغيرة. السودان دولة كبيرة لا يمكن أن الأمارات تلعب في يعني أي دور من الأدوار إلا إذا كان هذا الدور إيجابيا في مصلحة الشعب السوداني. أنا سأعود لهذه النقاط التي ذكرتها مهمة جدا، لكن نذهب سريعا إلى مقر الاعتصام، ومن هناك السيد محمد عمر عبد الله الإعلامي والناشط السياسي. وقع المفاوضات التي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود، محمد كيف كان انعكاسات ذلك على مقر الاعتصام والمعتصمين؟ نعم أحمد، قوبل هذا التعثر في المفاوضات ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، قوبل هذا برفض كبير من قبل المعتصمين هنا في مقر الاعتصام، وقالوا حقيقة بأن المجلس العسكري ما زال متمسكا بالسلطة، ما زال يريد أن يتمسك بفترة أخرى في السلطة عكس ما قاله في الأيام الأولى من هذه الثورة أنه سيسلمها للمدنيين.
هذا يعني هذا التعثر رغم انه امر محبط الا ان هناك احمد تفاؤل كبير من المعتصمين هنا واصرار وعزيمه كبيره جدا لنقل الحكومه للمدنيين، وقالوا يعني بصريح العباره انهم سيكونون موجودون هنا في مقر الاعتصام حتى يعني اتيان الحكومه المدنيه ولو كلف هذا الامر عددا من السنين، ويعني سيسعون جاهدين لهذا الجانب. كذلك هناك دعوات من قبل المعتصمين هنا بالعصيان المدني، وهذا بالطبع كذلك وضعه أمس تجمع المهنيين السودانيين حيث أصدر دفترا للحضور الثوري سماه، وقعت عليه عدد من النقابات المهنية والحرفية، كما يعني نظمت في هذا اليوم عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وقفات احتجاجية ويعني احتجاجا على عدم تسليم السلطة للمدنيين. كذلك هنا في هذا الميدان أحمد حتى هذه اللحظة ما تزال الحشود تطالب رئيس المجلس العسكري برهان بتسليم السلطة للمدنيين، ويقولونها بصريح العبارة: يا برهان سلمنا، أمامنا وطن يريد بنيان. هذا ما قالوه هنا بصريح العبارة. هناك كذلك مخاطبات في المنصة الرئيسة توعية بالعصيان المدني وكذلك توعية بالحراك السلمي. تفاؤل كبير هنا وسط المعتصمين والإصرار كبير وكبير جدا لمجيء الحكومة المدنية التي يقولون أنهم ينتظرونها لتعديل الأوضاع لطموحاتهم وأحلامهم التي يعني خلال 30 عاما هدمت جراء حكومة الإنقاذ التي يرونها كانت حكومة ظالمة. الأوضاع هنا تسير إلى التصعيد ولا شيء غير التصعيد السلمي في الساعات القليلة القادمة، ولو أن مراقبين يرون أحمد بأن لربما يعني يعود التفاوض أو يعود الطرفين إلى استئناف التفاوض من جديد في خلال الساعات القادمة. أشكرك شكرا جزيلا محمد عمر عبد الله الإعلامي والناشط السياسي، كنت معي عبر سكايب من مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. عودة لضيفي في الخرطوم مرة أخرى السيد إبراهيم الشيخ، إذن يبدو أن المجلس العسكري كما تقول متشبث بالسلطة من خلال الأغلبية في المجلس السيادي ومن خلال رئاسة المجلس. أنتم ما الذي ستفعلونه تجاه هذا التشبث وتجاه تعليق المفاوضات إلى أجل غير مسمى؟ أول حاجة أنا أفتكر أنه الموقف بتاع المجلس العسكري الراهن وإصراره أنه يحتفظ بأغلبية بيطرح سؤال بديهي وطبيعي: هل المجلس العسكري ده عنده مشروع محدد عايز يخدمه من خلال إصراره على أغلبية وبالتالي عايز ينتصر له مشروع أصيل، ولا عنده مشروع برضه بالوكالة عايز برضه ينتصر له؟ أفتكر الإجابة على السؤال ده بتورينا بعد ذاك المطلوب شنو كده. في تقديرنا لو المجلس العسكري ده متماهي تماما مع مطالب الشارع السوداني ومنتصر للثورة ومتفاعل معها وجزء منها وشريك أصيل فيها، ما في سبب يخليه أصلا يتمترس في إصرار غريب جدا إنه هو عايز أغلبية في مجلس السيادة، إلا لو عندك أجندة وعندك مشروع عايز تنتصر له. أنا ببقى السياق الجاري ده كله مفهومه كده. طيب إذا أصر المجلس العسكري على موقف الراهن في خلال 48 ساعة وما أحرزنا أي تقدم من خلال المفاوضات، اتفتح الباب من جديد للتفاوض أو من خلال أي مساعي لواسطة حميدة تقدر تزيل المتاريس من أمام الطرفين وكده، بيبقى طوالي الخيار الطبيعي بتاعنا إنه إحنا نمضي قدما نحو العصيان المدني الشامل اللي هو بتشارك فيه كل مؤسسات ومواطني الدولة وبتشل الإدارة بتاعت الدولة تماما ومرافقها الحيوية تماما، وده الخيار، ما عندنا خيار تاني أصلا. إحنا خيارنا خيار سلمي، خيار
شعبي، خيار بتاع الاعتصام المدني اللي هو بنستخدم فيه الشعب السوداني اللي عنده مصلحة حقيقية في التغيير. الفريق أول حميدتي اليوم نائب رئيس المجلس العسكري كان واضح جدا، قال من يعني سيتقاعس عن عمله، من سيقوم بعصيان أو إضراب لن يعود إلى عمله مرة أخرى، ونحن لدينا البديل. إذا الرجل يهدد بشكل واضح وصريح، سيكون لدينا بدلاء لأي واحد سيقوم بعصيان وإضراب عن العمل ولن يعود إلى عمله، ما رأيك؟ أنا أفتكر أنه الفريق حميدتي ده قاعد يغرد خارج السرب، لأنه الكلام ده ما بيشبه الثورة، الكلام ده ما بيشبه الثورة على الإطلاق. لو أنت فعلا ثوري ومؤمن بحق الإنسان ومؤمن بحق الإضراب ومؤمن بالحريات، لا تستطيع أن تتجرأ وتقول والله أي زول يضرب في الكهرباء حنودي بيتهم، وإحنا عندنا ناس في الكهرباء. والكلام هذا أنا سمعت له في الحقيقة، الكلام ده أنا سمعت له الآن بوضوح. أنا أفتكر أنه الكلام ده لا يستقيم وقيم الثورة وروح الثورة ومطالب الشارع السوداني. الشعب السوداني ده قدم تضحيات طوال 30 سنة من أجل الحرية ومن أجل حق الإضراب العام ومن أجل التظاهر ومن أجل المواكب ومن أجل حقوق الإنسان. وطالبنا، قلنا في وثيقة للحقوق موجودة في دستور 2005، لازم المجلس الآن يتبناها ويطرحها ويعلن التزامه بها. الآن الكلام بتاع حميدتي ده كلام مفارق للثورة ولروح الثورة. وإحنا حميدتي نفسه، إحنا حصل في يوم من الأيام في مطلع هذه الثورة أشدنا بموقفه وقلنا نحمد له أنه عصم الدماء ولم يكن مالكيا كما أراد له البشير أن يكون، وترفع عن سفك الدماء. والآن إحنا بنقول للحميدتي قل خيرا أو فلتصمت. نعم، ابقى معي سيدة الشيخ. مشاهدينا الكرام، قالت النيابة العامة في السودان إن حراس المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني صلاح جوش تصدوا لقوة من الشرطة أرادت تنفيذ أمر بتوقيفه بإشراف من النيابة العامة على خلفية دعوى جنائية بحقه. وذكر مكتب النائب العام السوداني أن النيابة العامة أمرت باعتقال صلاح جوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار جنيه سوداني لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع جوش فقط. وينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الأمني والاستراتيجي، أرحب بك معنا سيادة اللواء. المجلس العسكري طيلة يعني منذ أن أطاح بعمر البشير وهو يقول أنه من القوة بمكان أن يقبض على أي زول إذا صح التعبير ممن كانوا ينتمون أو من قيادات النظام السابق، إذن لماذا لا يظهر المجلس العسكري هذه القوة الآن؟ صلاح جوش يرفض أن يذهب إلى التحقيق، بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، أن القوة والحراس الخاصين به يقومون بمحاولة الاعتداء على القوة الآتية لاعتقاله. فما رأيك سبب تراجع المجلس العسكري عن إظهار قوته مع صلاح جوش وغير صلاح جوش؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين. للأمانة أنا ليس لدي يعني معلومات حول هذا الخبر الذي تم بثه، ولا أعتقد أن ما تم يعني قد يكون تم بهذه يعني الصورة. أنا بالمناسبة معي في يدي الآن سيادة اللواء البيان الخاص بالنيابة العامة في السودان، هي التي ذكرت هذا الكلام الذي قرأناه منذ قليل. فيعني لو أردت أن تكذب يعني تقرير النيابة العامة أو بيان النيابة العامة تفضل. أنا قلت لك ليس لدي معلومات، ولكن يعني أنا لا أعتقد أن هنالك إجراء لو تم بالطرق القانونية المعروفة، لا أعتقد أن هنالك يعني من يتصدى لهذا الإجراء. ولذلك الإجراءات القانونية للأشخاص، صلاح جوش هو فريق أول معاش، والفريق الأول بلوائح وقوانين يعني ترتب له حراسات وإجراءات قانونية، ينبغي على النيابة إذا اتخذت هذا الإجراء كان ينبغي عليها التنسيق
بصورة رسمية مع الجهات التي تقوم بالحراسة والتأمين حتى لا يحدث. بس يعني يا سيادة اللواء، هل يعني مفهوم فكرة أن ترتب حراسة لرجل هو متهم في الأساس بإراقة دماء السودانيين، هو أحد أهم أقطاب نظام عمر البشير، فترتب له حراسة على حساب الدولة السودانية على حساب السودانيين حتى هذه اللحظة، ألا يعني ذلك أن المجلس العسكري من وجهة نظر البعض يحمي هؤلاء؟ يا أخي هذه اتهامات، وهذه الاتهامات يعني كل من أراد أن يتهم يتهم بما شاء، ولكن الإجراءات القانونية عندها تسلسل معين ينبغي اتباعه في الإجراء، ولذلك أنا أتحدث معك عن الإجراءات. إذا كان هنالك شخص يحمل رتبة فريق أول ومعروف في القوات النظامية الفريق الأول عنده ترتيبات وإجراءات، ولذلك ينبغي اتباع الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الظرف. يعني طب وهل المجلس العسكري كان اتبع هذه الإجراءات مع الرئيس عمر البشير وهو كان يحمل كل الألقاب والرتب العالية في السودان؟ يعني المجلس العسكري راح استأذن البشير الأول تفضل تعالى معنا للسجن وخلعه من الحكم أم ماذا؟ يعني المجلس العسكري هو الذي أطاح بالبشير وليس النيابة. جميل. النيابة لم يكن في مقدورها أن تفعل ما فعله المجلس العسكري بالبشير، هذه ترتيبات في إطار تغيير في السلطة، ولكن أنت الآن تتحدث عن إجراءات قانونية من قبل النيابة. فإذا وأنا أتحدث لك من رأي من وجهة نظر شخصية، يعني النيابة هنالك إجراءات معينة ابقى معي. يمكن اتباعها في هذا الظرف. ابقى معي سيادة اللواء، إيه رأيك في الكلام ده أستاذ طارق؟ والله يعني ده كلام واحد يطلق، يعني ما بعرف لو سمحت لي يعني خبير أمني واستراتيجي، يعني هذا بديهيات التطبيق القانون، ما فيش حد أعلى من القانون يجي يقول لي أنه والله كان مفروض يكلموه. طيب يكلموه يقولوا له سافر اطلع. أنا بفتكر الكلام ما معني به مثل هذا الخبير الأمني والاستراتيجي، معني به المجلس العسكري ويدينا رأيه، زي ما قال أنه في بوادر تفلت حميتي. هم في هذه الحالة طالما هم قالوا إحنا بإيدنا تطبيق القانون، بينبغي عليهم أنه الآن يطلع صوتهم ويقولوا بصراحة ووضوح أنه هذا شيء منافي للقانون، أنه لا حد في السودان كبير على القانون، وإلا إحنا نتكلم عن النظام القديم بنفسه يعني. ولذلك الآن المجلس العسكري مطالب بأن يوضح للشارع موقفه إيه من هذه القضية. هذا النائب العام يعني ما شخص أي شخص، هذا النائب العام وفي إيده اتهامات صريحة، صلاح قوش يجي يمثل أمام القضاء، يمثل أمام النيابة العامة ويوضح موقفه، هذا منتهى البساطة، بنفس البساطة اللي يعني أعتقد أن المجلس العسكري نفسه حقه يفكر فيها ببساطة شديدة جدا. أنت عايز تعمل شنو يعني في الحكم العسكري؟ يعني احنا الناس الشارع ده كله طلع على حكم عسكري، طلع على تنظيم سياسي فارض نفسه على الناس 30 سنة، انت عايز تمسك السلطة تعمل بقى ايه؟ اذا احنا اصلا ضد العسكر، ضد الحكم العسكري، يا اخي انسب لكم للتاريخ وتعملوا صفحة مشرقة في التاريخ انه انتوا تنحازوا بمنتهى البساطة، تتركوا السلطة وتاكلوا على الله وتمشوا بمرفوعي الرأس، لكن مصيركم أن الشعب هو اللي حيمشي، قرار الشعب هو اللي حيمشي. طيب انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الخرطوم السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي. أحييك سيد أبو بكر. إذن يبدو أن المجلس العسكري لديه رؤية البعض يراها تشبث بالسلطة من خلال الأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، هل تتفق مع رؤية المجلس العسكري أم رؤية إعلان قوى الحرية في التغيير أن تكون السلطة للمدنيين وليست للعسكريين في غالبيتها على الأقل؟ والله نحن لا مع رؤية المجلس العسكري ولا رؤية الحرية والتغيير، نحن مع رؤية المؤتمر الشعبي في أنه إذا تم الإجماع بين القوى السياسية والمجلس العسكري في أن يتكون مجلس سيادة مدني يتفق عليه الجميع ويجمعون عليه، فهذا هو المسار الصحيح لمستقبل السودان الذي يفتح الأفق أمام تحول ديمقراطي حقيقي وأمام حريات وأمام توافق وطني كبير. أما إذا تعذر الإجماع
الوضع الطبيعي أنه سيبغى المجلس العسكري الانتقالي. أنا بفتكر أن المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير ينبغي أن تدرك الآن أن ذلك الأمر ينبغي أن يكون مجالا للإجماع. أما أن يعمل قوة الحرية والتغيير على إزاحة المجلس العسكري من أجل التنفيذ عن الأحقاد التاريخية وتصفية الخلافات التاريخية سواء مع المجلس العسكري أو مع الأحزاب السياسية الأخرى، فهذا بالطبع لم يقبله المجلس العسكري ولم تقبله القوى السياسية الأخرى. نحن نتحدث عن عدالة حقيقية، نتحدث عن توافق وطني، نتحدث عن إجماع وطني ينبغي أن يكون جزءا منه الجميع. رؤيتنا المكتوبة التي قدمناها أن أصل أن يكون مجلس السيادة مجلس مدني متفق عليه بشخوصه الغير ممتنين سياسيا باختصاصاته الواضحة جدا في إدارة الفترة الانتقالية تواؤما مع بقية المؤسسات، وفي مشروعية دستور انتقالي يقوم على اختصاصات مجلس تشريعي انتقالي مهمتها أن تقضي على القوانين المغيدة للحريات وأن تعالج مسائل حقوق الإنسان والحريات وأن تنصرف فيها الحكومة المدنية من غير ذوي الانتماء السياسي إلى إدارة المرحلة الانتقالية بما يفضي إلى مصلحة المواطن العادي دون أن تكون ساحة العمل العام هي مجال لتصارع القوى السياسية بما يثني الحشائش التي هي قوام الشعب الذي ينتظر. طيب سيد أبو بكر، البعض يرى أن السودان أو أن السودانيين لم يقوموا بثورة حتى يستبدلوا عسكر بعسكر آخرين، فالمنطقي يقول أن الأغلبية يجب أن تكون للمدنيين، حتى القيادة يجب أن تكون للمدنيين حتى أمام العالم الذي يطالب بقيادة مدنية يتحدث معها في السودان. لا، هو تجاربنا نحن وكثير من التجارب لم تكن كذلك. التجربة المصرية استمر المجلس العسكري إلى أن أنجز المرحلة الانتقالية. تجربتنا نحن مع سوار الذهب استمر سوار الذهب بإجماع القوى السياسية إلى أن أنجز المرحلة الانتقالية. نحن يعني مع 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 خيار مدني في حالة الإجماع. أما في حالة عدم الإجماع مع أن البلد في النهاية تسير إلى مسار يمكن أن يؤدي إلى تفتيت البلد. وما الذي يمنع هذا الإجماع؟ ما الذي يمنع هذا الإجماع؟ والله يمنع هذا الإجماع هو التمترس هو الحرية والتغيير عند منصات الإخصاء. الجانب الثاني هو المجلس العسكري شريك أصيل طبعا في التحول الديمقراطي الذي حصل وفي إنجاز الثورة، بل في واقع الأمر أن المجلس العسكري هو اللجنة الأمنية للمؤتمر الوطني التي ينضم إليها صلاح غوش والتي عملت عبر مصادرها في أن تحدد القيادة العامة مقاما للاعتصام وعبر قيادات الحرية والتغيير في أن تجرهم إلى ذلك الموقع وتنجز بهم اعتصاما ومن ثم يهيئ المقام لنا لمنع ضرب الاعتصام وللمجلس العسكري واللجنة الأمنية في أن تتخذ من الاعتصام تكأة وذريعة لتنحية البشير استلام البلد. ولذلك الكل شركاء في إنجاز هذه الثورة التي هي عبارة عن جملة من تراكم التجارب التاريخية التفكير والتعبير نحو الثورة والتغيير. ابقى معي سيد أبو بكر. لا بد أن يتواضع الجميع على إنجاز المرحلة القادمة. ليس بالضرورة أن نكون جزءا من المجلس الانتقالي عشان ما يظن إن المؤتمر الشعبي والإسلامي يدافعون عن وجود في المؤسسات ولا من الحكومة الانتقالية. نحن نتكلم عن حكومة انتقالية ليس فيها منتمين سياسيين أصلا، ونتحدث عن مجلس انتقالي في حدود 150 عضو بالأكثر وأقل من نصه من الأحزاب السياسية والبقية من قوى السودان المستقلة. ولذلك لا ننظر إلى موقع للمؤتمر الشعبي ولا لغيره، لأنه إذا تمت هذه الرؤية فلن ينال المؤتمر الشعبي غيرنا ولا نايبين ما عندهم قيمة يعني. لكن في النهاية نحن نرنو نحو الإجماع ونؤكد تماما أن المجلس العسكري الانتقالي هو اللجنة الأمنية للمؤتمر الوطني وهي التي انحلت إلى الثورة وهي التي نحت البشير. ولذلك نحن وهم والمجلس العسكري ينبغي أن نكون جزء من صفة الإجماع. طيب شكرا جزيلا. كل القوى الوطنية. شكرا جزيلا السيد أبو بكر عبد الرازق القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، وأسف لضيق الوقت لكن ردك سيد إبراهيم الشيخ على هذا الكلام، إذا أردتم أن تسير الأمور إلى الأمام يجب أن تعترفوا أن المجلس العسكري جزء من الحراك وأن غياب الإجماع بين القوى السياسية هو ما سيعيق المرحلة الانتقالية على السير إلى الأمام. تفضل. طيب باختصار احنا اصلا ما انكرنا انه المجلس العسكري ده يعني شارك في التغيير، رغم انه خلينا نثبت انه الحصل ده انقلاب
لكن الانقلاب في النهاية هو أزاح البشير، والانقلاب ده هو نتاج الثورة، نتاج الاعتصام، نتاج التظاهرات، نتاج المواكب اللي انتظمت الشوارع طوال 4 شهور. يعني الانحياز ده ولا الانقلاب ده ما جاء من فراغ، جاء لأنه في شعب سوداني هتف بالصوت العالي وقال النظام ده يسقط بس. ولما قال النظام يسقط بس وتحاصرت القيادة العامة واحتشدت المواكب في شارع القيادة العامة، ما كان أمام المجموعة بتاعت العسكر اللي كانت في هيئة الأركان إلا وإنها تستجيب وعملت ترتيب. ترتيب هو انقلاب أكثر منه انحياز. طيب الليلة ده إحنا زي ما قلت لك ما ناكرين الدور ده، الانقلاب ولا الانحياز ولا المسمى ما مختلفين حوله، لكن أن يختطف المجلس العسكري الثورة بأغلبية يقول أنا عايز 7 وأدي المدنيين 3، أنا فكر أنه ده كلام مرفوض تماما. استصحاب المجموعات اللي أسهمت في خراب المؤتمر الوطني، في خراب السودان طوال الفترة الفاتت برضو ما وارد، وما بتفهم أصلا أنه ده إخصاء، لأنه برضو ما في ثورة في الدنيا قامت واستصحبت من خرب ومن استهدفته الثورة بشعاراتها وبمطالبها. المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي إلى آخر دقيقة كانوا جزء من حكومة البشير، الآن هم الآن موجودين في وزارات البشير وكلا وزارات ومدراء، الآن هم من يدير البلد ويسيطر على مفاصل الدولة كلها. وهذه الثورة استهدفت ابتداء هذه المجموعات اللي سادت طوال 30 سنة وأورست البلد الخراب والحرب والأزمة الاقتصادية والفساد والاستبداد. وبالتالي أصلا ما وارد الكلام ده يعني يتحسب ولا يصنف ولا يفسر باعتبار أنه إخصاء لمجموعات. إحنا مستوعبين تماما، إحنا مستوعبين تماما أشكرك. طبيعة البلد وحريصين أنه تسود فيها الديمقراطية. المؤتمر الشعبي، المؤتمر الوطني، خليهم يستعدوا للانتخابات القادمة. لم تحل هذه الأحزاب ولم يعلقوا في المشانق ولم يتم استعدائهم، بل العكس، الناس قالت لهم يا أخي أنتوا خذوا لكم راحة وفترة بتاع 3 سنة دي، التقطوا أنفاسكم، رتبوا صفوفكم، أعملوا المراجعات اللازمة والكافية اللي تأهلكم إنكم تتقدموا من جديد للشعب السوداني بعد المراجعات اللازمة، بعد الاعتذار، بعد الإغرار إنك أنت ارتكبت من الخطايا والخطل اللي أضر بالسودان ضرر كبير جزيلاً. وخلانا في المشهد المعقد اللي إحنا الآن بنعاني منه. شكرا جزيلا. السيد إبراهيم الشيخ القيادي في قوى أعلن الحرية والتغيير، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الأمني والاستراتيجي كان معي عبر الهاتف من الخرطوم. وأختم معك سيد دكتور طارق، أين ستذهب السودان في ظل حالة الانسداد السياسي والتفاوضي بين المجلس العسكري وقوى أعلن الحرية والتغيير وقوى أخرى ليست هذا وذاك رافضة لهذا الأمر برمته؟ نعم، أعتقد أن على المجلس العسكري أنه بالتحديد أنه هو يراجع حساباته وفي سبيل مصلحة البلد وفي سبيل أنه تأكيد والانحياز للثورة أنه يتبع هذا الانحياز بقرارات هي تصب في صالح الشارع ويعني تهدي من حالة الغضب التي تنتاب الشارع، لأنه هذا الموقف الضبابي لن يخدم السودان ولن يخدم العسكر نفسه. نعم. وبالتالي عليه أن يأخذ موقف واضح من الفساد الموجود في السودان، يأخذ موقف في حسم القضية بتاعت الأشياء. أنا بفتكر هي يعني هي بسيطة في سبيل أن السودان يمشي ويتقدم للأمام، يعني وسوف تحمد لهم إذا هم يعني تخلوا عن تمسكهم اللامنطقي ويعني تنازلوا للسلطة، لأنه الأصل فيها سلطة مدنية حتى تكون يعني الثورة شعبية حقيقية. الشيء الثاني أنه هم فيما يخص الفوضى بالذات، هذا الكلام أوجهه لحميدتي الذي يتكلم كثيرا عن الفوضى، فقدامك الحالة بتاع صلاح قوش هذا مثال صارخ للفوضى، خلينا نشوف إيش أنت حتقدر تعمل في الفوضى هذه وتوقف كل هذا الفوضويين في على حدهم هم، ومش صلاح قوش، كل المفسدين المطلوبين الصراحة في البلد والذين أكيد هم الآن يداروا في سوءاتهم، يداروا في المفاسد اللي عملوها. وأعتقد والأغرب من ده أنه ما زالت الدولة القديمة نافذة بحيث أنه مانعين الصحف
ووسائل الإعلام في السودان ما تتعاطف في قضايا الفساد، بينما هي في ملفات أصلا هي كانت مفتوحة وممكن تفتح من جديد، ولكن بمنظور آخر مختلف ووسائق وغيره. لا يعني الأمور ليس فيها تجني، وإنما نحن نتكلم على ثورة ونتكلم على السودان يعني يبحث عن مكانه الصحيح في وسط الإقليم وفي العالم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق الشيخ الكاتب الصحفي السوداني، شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك.